تعادل 4 نقاط متسعة. نقول واش عندي في يدي بون مالغري كو نقولها ونعاودها لعبنا ب 11 كونتر 11 ولكن اون اي سي تعادل منطقي. بصح ما كناش يعني في المستوى خاصتنا في وسط الميدان وخاصة داخل المنطقة وين ضيعنا فرص. اليوم ما كناش في المستوى وانا نستعرف باللي ما كناش في المستوى. بصح قول سي با ان بون ديبي سيزون مي سي با ان ديبي كاتاستروفيك نو. دوزيام كيسيون ما سيري انا كي نديسيدي انا برومي ماتش نقول لك على ما سيري نعطيك ما سيري ماشي اليوم لا انا ما سيري نهار نسيني الكونترا توجور واجد في اي قرار وتوجور بري ا تيرميني كوم بري ا كيتي. هذه نعرف باللي سنه الحياه ونعرف كومون كسا سباس في الفوتبول. مقابله ثالثه نقطه خارج الديار مقابله ثانيه وين دفاع الفريق ما يتلقاش هدف ما تلقيناش اهداف. الفترات اللي نشوفوا ناسق اللعب بالنسبه للفريق الخصم منخفض هذوك الفترات وين نهاجموا وين نحاول الهجمات المضاده نجحنا في الامر الحمد لله نقطه ايجابيه ولو انه كانت عندنا فرص وين نقتلوا المباراه ونرجعوا بالزاد كاملا. المولوديه قدمت مستوى لاباس به زعما الحمد لله ما داروا لي زوكاسيون بعد مي ان شاء الله مازال باقي لهم خدمه مع الكوتش بوزيدي الله يوفقهم ان شاء الله. نعاودوا نرجعوا الى شرف نحضروا ارتاحيه ونشكر لي جوال اللي كانوا رجال فوق التيران. نقطه ايجابيه خارج الديار امام فريق ماشي ساهل مولوديه وهران وين الحمد لله امام الجمهور هذا الرائع في الملعب الجميل والحمد لله يا ربي على هذه النقطه الثامنه خارج الديار.